مشاهدينا، وللتعليق على زيارة عدد من المسؤولين في حكومة السودان إلى إيران ووصف أحد المراقبين لهم بأنها زيارة استجداء، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله السلمان. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الأكارم. حياكم الله وأهلا بكم. وصف مصدر إعلامي صاحب قاسم العرجي في هذه الزيارة إلى إيران بأن هذه الزيارة كانت هي عبارة عن استجداء سياسي. هل وصلنا أو وصل العراق إلى مرحلة أن يستجدي من إيران ما يريد من أمور ومنع القصف على أراضي عراقية؟ العراق بعد الاحتلال في 2003 لم يعد هناك دولة قائمة تمتلك الهيبة والقدرة على التعامل بالند مع أي طرف في الإقليم في مع دول الجوار أو غيرها. فبالتالي يعني يكون الاستجداء يعني أمر طبيعي في هيكلية النظام السياسي العراقي مع إيران لكثرة الهيمنة الإيرانية على المفاصل الأمنية والسياسية في العراق. فلما يذهب أي مسؤول فاقد الهيبة وفاقد السيطرة على ملفات عديدة فبالتأكيد يكون أضعف من أي مسؤول إيراني، لأنه يشعر شعور آخر على أنه هو تابع لهذا النظام، وبالتالي لا يستطيع تحقيق أي مصلحة عراقية، وهو الذي ينفذ ما تريده منه إيران في السابق وتدرب فيها وعمل لصالحها ضد العراق، واليوم يتبوؤون المناصب العليا الهامة في العراق. هذه الإشكالية الكبيرة التي تدعيهم للاستجداء السياسي أو الأمني وحتى الاجتماعي. طيب، هنا أيضا يعني هل ترى أن هذا الاستجداء الذي قام به الأعرجي حتى لا تشن إيران حملات ضد معارضيها على الأراضي العراقية يأتي عن ضعف أم عدم قدرة الدخول في مواجهة إيران من يوالونها؟ يعني الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران لا تستطيع أن تواجه إيران أو أن تقول لها لا. المواجهة مع إيران من قبل النظام الحالي في العراق منذ 2003 إلى اليوم هذا يعني من الخيال السياسي ومن الخيال العلمي، يعني أمر مستبعد جدا أن يواجه هذا النظام يواجه إيران. أما الضعف اللي ذهب فيه هو لأكثر من سبب. السبب الأول هو ذهب ليناقش ملف هام ألا هو القصف الإيراني المستمر على شمال العراق. هذا الملف هو لا يمتلك عليه الوصاية أو القدرة على ضبطه، لأنه المسؤول عن هذا الملف هو حكومة الإقليم، وحكومة الإقليم لا تسمع ولا تصغي إلى المركز، أو لا يستطيع أي مسؤول عراقي أمني الأعرجي أو غيره أن يفرض أي أجندة أو أي سياسة يرتئيها العراق. هم أسسوا مثلا لواء عسكري لحماية الحدود ما بين العراق ومناطق شمال العراق، ما بين إيران ومناطق شمال العراق. فهذا كان على المركز فقط التمويل والتجهيز والتسليح والنقل وغير ذلك والإمداد بكامله، أما التنفيذ والمسؤولية الأمنية والإشراف الأمني وتحديد المسؤولين هذه مسؤولية الإقليم. فبالتالي التأكيد عندما يناقش مثل هذا الملف في إيران يكون هو ضعيف جدا، لأنه لا يمتلك القدرة حتى أنه أخذ أحد المسؤولين من إقليم كردي الأمنيين ليقول لهم لإقليم اسمعوا ماذا تقول لكم إيران. طيب، هنا أيضا هناك من أو ربط العرجي ربط ما بين مصير أو أمن العراق بأمن إيران، يعني استراتيجيا هل يمكن أن يوافق على هذا الطرح؟ يعني أمن العراق هل هو فعلا مرتبط بأمن إيران تحديدا وليس أمن المنطقة ككل؟ لا، في الوقت الحاضر أمن العراق هو أمن إيران، وأمن إيران هو أمن العراق. هذا ما تتحدث به إيران وما تتحدث به أطرافها المسؤولة في الحكومة. الأجهزة الأمنية تقول أن أمن إيران أولوية لنا. الخطة الاستراتيجية الإيرانية تنفذها أذرعها الأمنية في العراق. فبالتالي أمن إيران مرتبط بأمن العراق، وأمن العراق مرتبط بأمن إيران بعد 2003، وهذا أمر يعني ليس مستغربا ولا مستهجنا لدى الطرفين ولا حتى عند الإقليم. الإقليم أيضا كل الدول الإقليمية تعرف هذا تماما، يعني حتى الدول الدولية إيران أمريكا تعرف وبريطانيا تعرف وكلهم يعرفون أن الأمن مرتبط. فهو لم يتحدث
شيء يعني شيء خارج عن الواقع او شيء اعلامي او فقط، وهذا الواقع اللي يتحدث به. الارتباط فيما بينهم ارتباط استراتيجي، وحققت اذرع ايران، حققت لايران خطتها الاستراتيجيه في العراق من خلال الوصول الى منطقه الشام. هنا ايضا السياده يتحدث عنها العراقيون او المسؤولون في العراق، السياده تتعلق فقط بالعراق عندما يكون الامر عن تركيا، عن الدول العربيه المحيطه بالعراق اذا ارادت ان توقف اي اعتداء من ميليشيات في العراق، اما اذا وصل الامر الى ايران فهناك خط احمر لا يجب تجاوزه. فهل هناك او من يوالي لايران يجب ان لا يكون له سياده حقيقيه فقط على الدول غير ايران؟ هو هذا الواقع الذي فرضته ايران. هذا لماذا تعبت ايران واسست الميليشيات ومولتها ودربتها ودعمتها وطلبت من امريكا ان يكون السلطه لديها في العراق الامنيه والسياسيه والعسكريه، حتى يكون هذا الموقف، حتى تكون ايران هي ذات الموقف الاول والاولويه في العراق. فاما ما يخص الدول الاخرى ف حتى العراق يتكلم بمفهوم إيراني مع تركيا، مع دول أخرى العربية، مع السعودية، مع الأردن، يتكلمون بالنفس الإيراني وليس بالنفس العراقي أو بالمصلحة العراقية، لأنه إيران تركيا تعاني من نفس المخاوف الأمنية، وتقوم ببعض الهجمات وتهب العاصفة الإعلامية ضد تركيا وضد أي دولة أخرى. أما في إيران فهذا خط أحمر. يعني أنا لا أستغرب أن هذا الموقف، يعني أمر طبيعي جدا في العراق، لأنه الحكومة اليوم والحكومات السابقة هي مرتبطة ارتباط استراتيجي مع إيران. طيب هنا يعني بعد كل هذا الاستجداء والطلبات الخجولة من قبل الوفد العراقي إلى الجهات الإيرانية للكف عن قصف الأراضي العراقية، إيران لا زالت ومصرة على القصف، كيف ستكون مبررات الحكومة وهذا الوفد عن هذه المخرجات لهذه الزيارة؟ إيران لها تجربة في دعم الحركات الانفصالية في العراق وفي تركيا، خصوصا الحركات الكردية، وتعرف مكامن الخطر في هذا الدعم وفي استمرارية هذه النشاطات، فبالتالي هي تحافظ على أمنها بقوة مع وجود يعني كافة الإمكانيات الأمنية لها داخل إقليم كردستان، وكل الأجهزة الأمنية في العراق تتعاون مع إيران بمدها كامل للمعلومات عن مكامن النشاط، أين يكمن النشاط والخطورة، فلذلك هي تدافع بقوة عن أمنها، لأن هي تعرف أين يعني أين الخطورة في هذا الموضوع. العراق لا يستطيع يعني مواجهتها، ولا تستطيع السلطة العراقية أن تحدد، لأن حتى المركز يعني له مبرراته في السكوت، يعني يقول لك يسأل الإقليم أن أنتم فقط عندما تتعرضون إلى الهجوم تأتون إلينا، أما في مجالات الأخرى أنتم يعني لا تسمعون إلينا. فبالتالي إيران تستفيد وتستغل هذا الموقف لصالحها. إيران تعرف يعني أن الاستمرار في نشاط الأكراد الإيرانيين داخل شمال العراق يشكل خطر عليها، كما شكلته هي خطرا على العراق وتركيا في آن واحد. من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.